يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هل في هذه الآية دليل على إثبات اليدين لله سبحانه؟ بين يدي رحمته، نظر بين يديه، بين يدي رحمته يعني في مقدمة، يرسل الرياح في مقدمة السحاب والمطر، الرحمة المراد بها المطر. نعم. والشيء الذي يأتي قبل الشيء يقال بين يديه. نعم.